نخش على اللي بعده. معانا كوكيز او بسكويت الشوفان، الكوكز بالشوفان والسكر والقرفه. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. طبيعي طالما هنشتغل في حلويات بنغير البلانشه، بنغير السكينه، بنغير المعلقه، بنغير كمان الجلافز بتاعنا اللي احنا شغالين بيه، ده الطبيعي. تعالوا نشوف هنعمل الحلو ازاي ما احنا شغالين مع بعض. مقاديره على الشاشه. معانا شوفان حبوب كامله غنيه بالشوكولاته، فيها فليفر حلو قوي، فيها كمان فواكه مجففه. معانا سكر بني، معانا شوفان مطحون، معانا من الدقيق معلقتين، معانا بيكنج باودر وشويه فانيليا وبياض بيض، معانا زبده لطيفه جميله خاليه من الدسم. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه، صورها بتليفونك او اكتبيها ورايا تاني. الحلو ده للاطفال الحلوين هديه مني. الاطفال اللي وزنهم زياده، عندك الطفل ابنك وزنه زياده عايز ياكل حلويات، مفيش اي مشكله، هناكله حلويات بسكويته لطيفه جميله مشهوره ببعض السوبر ماركات بفليفر مختلف، منها بالشوكولاته، منها بالقرفه، منها بالبرتقال وهكذا. هناخد الشوفان بتاعنا ده كده، الحبوب الكامله فيها فستق، فيها فواكه مجففه، فيها شوكولاته بالشكل ده كده. معانا سكر بني، او ممكن تحط سكر فواكه مفيش اي مشكله بالشكل ده كده. معانا شويه فانيليا، معانا شويه بيكنج باودر عشان تبقى البسكوته هشه، معانا شوفان ناعم، زي الفل. معانا من الدقيق معلقتين صغيرين. حلو الكلام. ليه الدقيق يا شيف؟ عشان يدي قوام ويديني ماده الجيلاتين اللي بتساعد على ترابط البسكوته بتاعتي. واحد اتنين بس خلاص، هي دي المقادير، سجليها عندك تاني عشان هنعمل بسكوته حلوه دلوقتي. ومعانا صينيه متونه زبده وحاطين عليها ورقه زبده. عشان برضو ايه، هنا مفيش زبده خالص. مسكنا الصينيه دي جبناها وحطينا عليها ورقه زبده كده، وعشان ورقه الزبده تمسك حطينا ايه، شويه زبده وشويه سمنه بالشكل ده كده. وتعالوا نشتغل في الحلو ده كده بالراحه خالص مع بعض، واعلمك ازاي تعملي حلو بسكوته حلوه لطيفه وجميله. ناخد الزبده ونمسك كل ده مع بعض يا عم الشيف، نقلبه كويس قبل كل حاجه. تقليبه حلوه كده عينيا. تاني المقادير تاني اللي احنا حطيناها مع بعض عشان الساده المشاهدين، الامهات اللي عايزين يعملوا حلويات لاولادهم. اوطي الرز على بتاع، اوطي النار على الرز كده معلش. تاني كوبايتين من حبوب الشوفان الكامله، في منها انواع، حطينا عليها نص كوبايه من الشوفان الناعم، حطينا معلقتين دي، شويه فانيليا بالشكل ده كده اهو، وزبده خاليه الدسم، ونقلب كل ده مع بعضه. اضافه الشيف المغازي هنا بياض اتنين بيضه في المقادير دي، هتدي شخصيه للبسكوته بتاعتي وتخليها متماسكه. فكره عمل الغرايبه ببياض البيض اهو، ده بياض البيض هناخده بالراحه كده. مخرجنا عايز يطلع فاصل معلش، سريعا كده هاخد بياض البيض كده بحرفيه. حلو، كمان واحده. بسم الله الرحمن الرحيم، مرزه اهو. تمام زي الفل. الصفار ده ما ترموهوش، ممكن تستخدميه في طبق عجه، تعمليه في كيكه، مفيش مشكله. سيبوني اقلب بقى المقادير دي كلها مع بعضيها، واذا احتجت لبعض السوائل ممكن استفيد بحليب قليل الدسامه موجود عندي وموجود في اي سوبر ماركت، او هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل، بسكويت دايت لاولادنا، تابعوني بعد الفاصل. التركية الاخيره لعمل بسكوته لطيفه جميله الاولاد هيحبوها من ايدك، ممكن تفاصيلها مش موجوده بره في اي سوبر ماركت، صدقيني بجد. على الاقل انت بتشتري البسكويت من بره بتلاقي كده على غلاف العلبه مكوناته، صادق ام كاذب الله اعلم. حلو الكلام. يقول لك بقى بسكويت ونشا ومواد حافظه ومواد غير حافظه وحاجات كتيره كده احنا مالناش فيها،
ولكن المغازي دايما يقول ايه؟ الحاجه لما بتعملها بايدك اذا كان بسكوته اذا كان سندوتش لاولادك على الاقل بتعرفي ايه المكونات بتاعته والماتيريال، وخاصه لو بتعملي اكل صحي يوم في الاسبوع زي ما انا شغال كده. البسكوته دي مكوناتها تاني يا استاذ المخرجنا الجميل، مقادير البسكوت اللي انا بعمله الكوكيكز بالشوفان للاطفال الحلوين اللي وزنهم زياده، واطفالنا الحلوين ده عايزين ياكلوا حاجه حلوه من ايد مامتهم، ايه المشكله ليه تحرميهم؟ معانا شوفان حبوب كامله، في منها بالشوكولاته، في منها بالفواكه مجففه، زي ما انت عايزه تجيب الساده زي ما انت عايزه. معانا شوفان تاني مطحون، ومعانا معلقتين من الدقيق، بياض اتنين بيضه، لكل كوبايه شوفان بتاخد بياض بيضه دون الصفار، ومعانا فانيليا، ومعانا سكر بني وزبده قليله الدسامه، احتجت لبعض السوائل معانا حليب برضو قليل الدسامه اهو. بس ده الموضوع، تعالوا مع بعض نكمل البسكويت بتاعنا. معلقه في الزيت كده وناخد كده اهو، الله، ونحط دي كده يعني. انا مش هفرتها، انا خليها زي ما هي هي هتفرت نفسها لوحدها اهو. لطيف، شيل دي من هنا. دي بتحط المعلقه في زيت يا مغازي علشان تسلك العجينه وتطلع كلها قد بعض زي بتاع الايس كريم كده، لما بحط المعلقه في ميه دافيه عشان ما اعبيش زياده في الكوبايه. انا لما بشتري ايس كريم بقول للراجل اللي بيعبي، بقول له العب عضلات، العب ضغط، يعني ادبس جامد وامسك لي المعلقه املاها على الاخر، ما تخليهاش مسقفه. شفت البسكوته زي الفل، دي فيها كل حاجه بقى، فيها بروتين هتلاقي، فيها الشوفان غني بالالياف الفعاله والغير فعاله المفيده، ودايما يطلق على الشوفان مكنسه المعده. يعني ايه مكنسه المعده؟ يعني بيخلص الدهون من الكوليسترول اللي موجود فيه. زي الفل كده، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ عايزه تعملي اشكال هندسيه، انت مهندسه ومنك نتعلم. ايه المشكله؟ في قطاعات كده بشكل هندسي جيبيها من مصروف البيت، عايزك توفري من مصروف البيت كده كل شهر مبلغ صغير كده. يعني مثلا كلنا تاني يوم ملوخيه باميه وفرت يوم، اتعشينا بره النهارده وفرت يوم كده، اتعزمنا وفرنا يوم، وهتاخد المصاريف دي كلها تخليها على جنب وتشتري اكسسوارات مطبخ. تقوم الاكسسوارات دي بتعمل ايه يا عم الشيفي؟ بتساعدك وبتفتح شهيتك انك تخش المطبخ، مش شهيتك الاكل، تفتح نفسك يعني تخش المطبخ تعملي حاجه حلوه جديده. زي المعلقه اللي في ايدي دي مثلا، مخليه الكوكيكز كله احجام واحده كده، كانها غريبه. اوسع كده. درجه حراره الفرن كام يا مغازي؟ 180. حلو قوي. فين مكانها في الفرن مع المخرج؟ هنظبط الفرن بتاعنا ده كده، ده الطبيعي. الشبكه دي تتحط هنا على ارتفاع 5 سم من ارضيه الفرن، وناخدها زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. جربي، احنا نفس المكونات اللي شفناها على الشاشه بنفس الطريقه اللي انا عملتها دلوقتي، هتدخلها الفرن في درجه حراره 180، التايم بتاعنا من 20 ل 15 دقيقه. هنقفل الفرن بس خلاص. حاضر، عينيا، ربنا يكرمك يا رب. بيقول لي الكوكيكز اللي في الفرن، البسكويت اللي في الفرن، الحلويات اللي في الفرن، عينيا بس بعد شويه، بعد لازم. حاضر عينيا حبيبي. يا مخرج غاوي مطبخ، يقول لك ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب، ابن حلال جيت في وقتك، جيت في وقتك يا حبيبي. الله، عينيا، وسع للدنيا الحلوه دي كده. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ هو ده. لا الحمار ده، ما هو كده كده الشوفان واخد لون الاحمرار، خلي بالك عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. وبعدين ده مدرسه الكحك، مدرسه الغريبه، مدرسه البرازق من المطبخ السوري. برازق يعني دي زبده سمسم او فستق حلبي. حلو الكلام. دي لازم تستنى عليها شويه ونهدى ونتقل عليها شويه قبل ما نغرفها.
مهم جدا على فكره. هنغرفها دلوقتي مع بعض. حلو، تعالوا. ايه الحلو ده؟ هي بتطلع من الصينيه لوحدها يا طيب. آه يا طيب، هي لوحدها من الفرن. عينيا والله، بس ارسوم افتح لك واحده واجيبها لغايه عندك دلوقتي مع احلى كوبايه قهوه. من غير سكينه هنفتحها باذن الله، ما تقلقش. الف انا وشيفا اللي ياكل. وعملنا حلو يقعد عندنا يومين ثلاثه اربعه، بس اذا بالحلاوه دي مش هيقعدوا يوم، مش هيكملوا اليوم. الله، نخلي هنا زي الفل يا عم الشيف. عايزني افتح لك واحده؟ عينيا. بسم الله. اختار واحده دي. ماشي. عايز تشوف قلبها؟ اهو. يا باشا، ايه الحلاوه دي؟ اكل على الهوا تسمح لي؟ مستويه. الله. وما خدش وقت كبير. حبيبي. زي الفل. الف انا وشفا، للي ياكل منه. لا مش هحط سكر بودر، ما احنا اتفقنا الحلو ده رجيم.